السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح كونكت بلس برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة هنشرح النون فيكشن ستوري أو النون فيكشن ريدر، القصة الغير خيالية الموجودة في نهاية ثيم 1 أو المحور الأول، واسمها هوسبيتالز أو المستشفيات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هوسبيتالز أو المستشفيات، تعالوا نشوف القصة بتاعتنا الجميلة بتقول ايه. طبعا الكلمات اللي في أول القصة دي حفظ، تعالوا نقراها مع بعض. أول حاجة medicine يعني دواء، operation يعني عملية جراحية، clean يعني نظيف، hospital يعني مستشفى، patient يعني مريض، kitchen يعني مطبخ، X-ray أشعة سينية، الأشعة اللي بيعملوها للمرضى، thermometer يعني ترمومتر لقياس الحرارة، bandage أو ضمادة اللي هي بنزق على الجروح وعلى الإصابات، accident يعني حادثة يعني والعياذ بالله، injure يعني يجرح يعور، injure يعني يجرح يعور حد يعني أو يجرح حد، cast يعني ضماد من الجبس اللي هي الجبس والعياذ بالله، لو حد عنده كسر في رجله أو في إيده ده اسمه cast ضمادة من الجبس، skateboard اللي هو لوح تزلج skateboard، machine يعني آلة machine، وhurt يعني يجرح يضر، hurt يعني يجرح أو يضر. الكلمات دي حفظ طبعا، تعالوا نشوف كمان في كلمات تانية جميلة قوي دي حفظ برضو، doctor يعني طبيب، cleaner يعني عامل نظافة، nurse يعني ممرضة، surgeon يعني جراح، carrier يعني موظف رعاية، جاية من care يعني يرعى، carrier يعني موظف رعاية، porter يعني حمال يعني شيال بيشيل الناس أو بيشيل الأشياء، ده اسمه porter يعني حمال أو شيال، receptionist يعني موظف استقبال بيبقى واقف بيرد على التليفون وبيستقبل الناس في أي مكان، ده اسمه receptionist، وcook يعني طباخ. طبعا دي الكلمات الخاصة بالnonfiction reader بتاعتنا، لازم نحفظها. بيقول لنا هنا بعض الـ information أو some information خاصة بالقصة بتاعتنا، فبيقول لنا هنا nurses can look after sick people أو يمكن للممرضات الاعتناء بالمرضى، a surgeon أو الجراح can do an operation ممكن يقوم بعملية جراحية، it is important to have cleaners at the hospital من المهم إن احنا يكون عندنا عمال نظافة في المستشفى، the patient is the person who is sick. The patient أو المريض هو الشخص المريض اللي عنده مرض. We use thermometer to find out what our body temperature is. إحنا بنستخدم الترمومتر علشان نقيس درجة حرارة جسمنا. If you break
a bone لو انت كسرت عظمة من العظام والعياذ بالله you can have a cast انت ممكن تاخد جبيرة من الجبس يبقى if you break a bone you can have a cast. واخر معلومة بيقولها لنا if you injure a muscle لو انت جرحت عضلة من عضلات جسمك a nurse الممرضة can put a bandage on it ممكن تحط bandage on it او ممكن تحط عليها ضمادة يعني. هنا طبعا بيكلمنا وبيقولنا who works in the hospital in a hospital مين اللي بيشتغل في المستشفى who works in a hospital فهنا بيكلمنا عن الأشخاص اللي شغالين في الهوسبيتالز أو المستشفيات فأول شخص بيكلمنا عنه أو أول مجموعة من الناس بيكلمنا عنه هي الدكتورز أو الأطباء فبيقول لك doctors can find out why You are sick. هما بيكتشفوا انت عيان ليه. They know what medicine you need to take and what you need to do to get better. They know هما عارفين what medicine you need to take الأدوية اللي انت محتاج ان انت تاخدها. What you need to do انت محتاج تعمل ايه to get better علشان تتحسن. على فكرة طبعا يا أصحابي الكلام ده مترجم تحت في الصفحة بس أنا بقراه لكم مع بعض علشان نقراه لوحدينا بعد كده تعمل بوز أو توقف الفيديو وترجع تقرا الكلام ده لوحدك لأن أنت لازم يكون عندك مهارة الريدنج أو القراءة فلازم نتعلم نقرا لوحدنا. تاني مجموعة من الناس أو تاني وظيفة موجودة في الهوسبيتالز هي النيرسز نيرسز أو الممرضات can look after you ممكن يعتنوا بيك they give you the right medicine هما بيدوك الدواء الصح and help you get better وبيساعدوك ان انت تبقى احسن if you are very sick لو انت مريض جدا sometimes احيانا you need an operation ممكن تكون محتاج عملية جراحية a surgeon الجراح can do an operation ممكن يعمل عملية جراحية طبعا في الهوسبيتال كمان بيعرفنا يعني ايه هوسبيتال هوسبيتال has to be very clean لازم تكون نظيفة جدا all the time طول الوقت so لذلك it is important to have cleaners من المهم ان انت يكون ان المستشفى يكون فيها عمال نظافة او cleaners بيقول لنا كمان في المستشفى في لازم حد يكون بيستقبل الناس وده the receptionist أو موظف الاستقبال organizes يعني بينظم the appointments يعني مواعيد appointments يعني مواعيد والكلمة دي حفظ المواعيد بتاعت الناس لو حد حاجز كشف عند دكتور ولا حاجة اللي بينظم الappointments دي ده receptionist They know what time you need to see the doctor. هم عارفين انت هتشوف الدكتور في اي وقت. The patient, المريض, is the person who is sick. هو الشخص العيان. A carrier, الموظف العناية. Look after someone, بيعتني بشخص واحد بشخص ما. Who is sick, اللي هو مريض. For a long time لفترة طويلة People sometimes الناس أحيانا need extra help بيحتاجوا مساعدة زيادة extra يعني زيادة extra help يعني مساعدة زيادة to do things علشان يعملوا الحاجات بتاعتهم فده اللي بيقوم بيه الكارير أو شخص موظف الرعاية A porter أو الشيال الحمال can help you move بيساعدك ان انت تتحرك move around تتحرك في المكان the hospital بتاع المستشفى if you can't walk on your own لو انت مش قادر تمشي بنفسك بمفردك people الناس need healthy food in hospitals بيحتاجوا طعام صحي في المستشفيات so the cooks علشان كده الطباخين in the kitchen في المطابخ are important too مهمين برضو they have to think about nutrition هم لازم يفكروا
وفي التغذية and give and give the patients a balanced diet، ويدوا المرضى وجبة صحية وجبة متوازنة، وجبات متوازنة، علشان خاطر ما يحصلش ليهم أي مضاعفات. هم لازم الكوكس أو الطباخين بيفكروا وبيقرروا وبيعملوا balanced diet أو وجبات صحية متوازنة. طبعا عندنا هنا ده homework، أسئلة على الـ reader دي homework، وهنا بيكلمنا وبيقول لنا what happens when you go to hospital، بيحصل إيه لما تروح المستشفى. فبيكلمك وبيقول لك هنا، بيعرفك اللي بيحصل، بيقول لك a doctor or nurse sometimes take your temperature، أحيانا بيقيس درجة حرارتك. if you are ill، لو أنت مريض، you can be too hot or or too cold، انت ممكن تكون سخن جدا، جسمك سخن جدا او بارد جدا. they use a thermometer، هما بيستخدموا الترمومتر to find out what your body temperature is، علشان يعرفوا درجة حرارة جسمك ايه. a doctor، الدكتور، or nurse، او الممرضة، can measure your blood pressure، بيقيسوا ضغط الدم بتاعك. تو أيضا this shows، ده بيوضح how well your heart is pumping blood around your arteries، ال blood pressure بيوضح قد ايه القلب بتاعك شغال وبي pumping او بيضخ ال blood الدم around your arteries، في الشرايين بتاعتك. This can help them find out how healthy you are، ده بيوضح لهم انت صحيح ولا لا. You can have an x-ray، ممكن كمان يحطوك تحت جهاز الأشعة to find out if a bone is broken، علشان يكتشفوا لو في عظمة مكسورة ولا حاجة. If you have an accident، لو انت حصل لك حادثة والعياذ بالله يعني، and break a bone، وكسرت عظمة من العظام، you can have a cast، انت ممكن تاخد دبيرة او جبيرة من الجبس، put on your arm or leg، بيحطوها لك على دراعك او على رجلك. You have to wear it، لازم ترتديها for about 6 weeks، لحوالي 6 اسابيع. If you injure a muscle، لو انت جرحت عضلة من عضلات جسمك، a nurse، الممرضة، can put a bandage، ممكن تحط ضمادة on this، على ده، will support your arm، ده هيساعد دراعك or leg أو رجلك، so your muscle can get better، علشان كده العضلة بتاعتك دي can get better، هتتحسن وتبقى أفضل. وبكده نكون انهينا النون فيكشن ريدر او القصه بتاعتنا، والمره الجايه ان شاء الله هنشرح وهنبتدي نشرح ثيم 2 او المحور الثاني، the world around us، او العالم من حولنا. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.